معانا هاني عبد الرحمن الصحفي مدير مكتب مصر اليوم ورئيس تحرير قناه السويس الجديده على الانترنت باللغه العربيه والانجليزيه. زي ما حضراتكم شايفين كده قدام المدخل الجنوبي لقناه السويس الجديده، وشايفين السفن المعديه في قناه السويس الحاليه وعلى بعد امتار من مدخل قناه السويس الجديده. اعمال التدبيش بتتم زي ما حضراتكم شايفين، اعمال التدبيش بتتم على بعد امتار، بيتم نقل مياه النيل لسيناء عبر اكبر بياره في العالم، عمقها 120 متر وقطرها 18 متر. الحقيقه العمل هنا اعجاز بكل معنى الكلمه. الجيش المصري العظيم بيتولى الاشراف على تنفيذ هذا المشروع بكل دقه وانضباط والتزام. اعتقد ان شاء الله في اغسطس القادم هيتحقق حلم المصريين في افتتاح قناه السويس الجديده اللي بنوها في الحقيقه باموالهم وباراده وقرار قائدهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.